السلام عليكم، والله يسعدك. لأوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا فيكم في هذا الفيديو. أول شيء أحب أعتذر منكم على التأخير، وشكرا لكل البنات اللي سألوا علي. أنا الحمد لله طيبة، بس انشغلت في شوية تعديلات في البيت. اليوم إن شاء الله راح نشوف مع بعض كيف نعمل كيكة التمر. هي كيكة جدا سهلة وسريعة، وطعمها بيطلع كتير طيب. أحلى شيء فيها إننا مو حاطين سكر أبدا، أيضا معمولة من طحين القمح الكامل مع النخالة، يعني طحين الزرع. وصفة كتير طيبة وكتير صحية، إن شاء الله تجربوها وتحبوها. مثل دائما آخر الفيديو عندي لكم شوية ملاحظات إذا حبيتوا تسمعوها، وفرجة ممتعة. 1 2 3 يلا. السلام عليكم. أجل السلام عليكم. السلام عليكم. كيفكن لاباس؟ اليوم ان شاء الله راح نعمل كيكة التمر. يس ماما، هذا ادم عمل هكذا، كثير بتسالوني عليه، جبت لكم اليوم بالفيديو. لعمل وصفتي لليوم راح نحتاج الى هذه المكونات. المقادير راح تطلع لكم الان مكتوبة بالشاشة بالملي والجرام وايضا بالاكواب. عندي هنا التمر، نختار نوع من اللي يكون رطب، نقعته في حليب مغلي، دقيق القمح الكامل اللي هو طحين الزرع، جوز قرقع هذا راح استخدمه في الحشوة، تمر للزينة، ايضا شوي جوز للزينة، شوي فيلي اللوز للزينة، بيض، زيت، رشة ملح، خميرة الحلويات، فانيلا، وشوي رقائق اللوز راح اعملها داخل الكيك. بتعرفوا احب اضيف المكسرات للكيك لانه بيخليها مفيدة اكتر. سألت مامي. اوكي. مثل ما شفتوا يا حلوين، انا بالوصفة مو مستخدمة اي سكر. ف والسكر السكر سكر عطيش نوع السكر شجر يس. فحطيت هنا البيض مع رشة الملح، راح احطهم شوي. بعد ما خفقت البيض تقريبا لدقيقتين، اضيف عليهم الزيت، الفانيلا. طبعا الوصفة ممكن تحطون فيها قرفة. وان اوكي قص حمامات زي اخويا كمان. ثانك يو. طبعا الفانيلا اذا ما عندكم السائلة استخدموا البودرة، ثم ارجع اخفقها شوي. عندي هنا مزيج التمر مع الحليب. طبعا قبل ما نضيفه للوصفة لازم نتأكد انه هو بارد تماما، فهو عندي بارد الان. بس كنت تعمله؟ يلا اوكي. سمت خوش هذا. اولفت؟ اولفت يس. ثانك يو ادم. شكرا. انا هنا استخدمت الخلاط لحتى يساعدني انه اهرس هذا التمر داخل المزيج. مشيتوا عندك تطيروا هكي طلع بخلط. يا لهوي يا دمك خلص. اوكي ثانك يو ثانك يو مامي ثانك يو. بعدين اضيف عليهم هذا الطحين. اعملي انتي نهاد يلا. جاب كلينكس لهنا يس يس. ثم القرقع اللي هو الجوز الكمية الكبيرة. يونيت الشو جافة هنا. ها اوكي يلا عنا. وشوي من اللوز الفيلي. يلا بوتيت. This one. جو. قلنا اعمل هادي. اعمل هادي. ثم نضيف البيكنج باودر يلا. مفتوحة مفتحت لك غير عمدة. ضروري طارت كاملة ذاك البيكنج. ما خدش قاع. ثم اخلطها من غير ما اشغل الخلاط. That's it. Just mix it. Yeah, just mix it. طبعا يا حلوين الخليط ما نبالغ كثير بخفقه، بس نشوف ان المكونات اندمجت مع بعض. خلاص بتكون صارت جاهزة. ثم اسكبها بالقالب اللي راح يطلع لكم قياسه الان مكتوب على الشاشة. يس مامي؟ بعد ما سكبت المزيج كله الان راح نزين. فعندي في البدايه التمر القطع. ادم بيساعدني باكل اللوز يس ماما. جود باي. ثم احط شوي من الجوز اللي هو القرقع. طبعا يا حلوين مقادير الزينه ما هي محدده، يعني حبيتوا تحطوها حطوها، ما حبيتوا لا تحطوها. ايضا الكميه اللي تحبوا. ثم اللوز الفيلي بس احاول انه اكسره شوي. بعدين زي كده لمسة خفيفة على السطح، نحاول نتأكد انه كل شيء ثبت على الكيك.
شو عندك؟ لا ايش كنت تخسك تمل معايا؟ تينا مامي تليت. خلاص يا حلو من هذه الكيكه بعد ما زينتها لان حطها بالفرن اللي سبق وشغلته على درجه حراره 350 فهرنهايت اللي هي 180 مئويه. بعد ما تنضج اقول لكم كم اخذت مني وقت. خلاص يا حلوين هذا هو الشكل النهائي للكيك. اذا حبيتوا تخلون الكيكه معموله من سكر طبيعي فقط ما تستخدمون حليب النسلي لانه معمول من السكر الصناعي. بالنسبه للملاحظات الكيكه فيها كميه كبيره من الجوز اللي هو القرقع، في حال اذا ما توفر عندكم ممكن تستخدمون كميه اقل او ما تستخدموه تماما وتكون كيكه التمر فقط. بالنسبة لطحين البر او طحين القمح او طحين الزرع كل واحد كيف يسموه، هو طحين معمول من حبوب القمح الكامل، يعني ينطحن مع النخالة وكل شيء بس نخالته بتكون جدا رقيقة. اذا ما توفر عندكم ممكن تستخدمون طحين جميع الاستعمالات، ايضا بتطلع الوصفة ممتازة، بس طحين القمح مع النخالة فوائده اكثر. الحليب السائل ممكن تستبدله بالماء المغلي مع الحليب البودرة. حتى التمر اذا ما كان عندكم التمر من النوع الطري وكان قاسي ممكن تطبخوه شوية على البخار لحتى يطرى معاكم ويطلع طيب بالوصفة ويدوب فيها، لانه هذا اللون البني اللي عندنا من التمر. هذا كان كل شيء عن الوصفة، مثل ما شفتوا جدا مكوناتها مفيدة، طحين القمح وتمر وقرقع. اعملوها لاولادكم ان شاء الله ينبسطون فيها وايضا تعطيهم فوائد كتير. على فكرة اعشق هذا الكيك عشق من وانا صغيرة. خلاص يا حلوين هذا كل شيء عن وصفتي لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوها. طالع عندكم بالشاشة الان صور بعض الوصفات اللي سبق ونزلتها، اي وصفة تعجبكم اضغطوا على الصورة ويفتح لكم الرابط اللي فيه الخطوات بالتفصيل. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي ومع السلامة.